هذه الأسئلة وغيرها سنناقشها مع ضيفتنا في الاستوديو الأستاذة ليلاس شاهين. أستاذة ليلاس صبح الخير، أهلا وسهلا بك معنا. إذا السؤال الأول هو أبرز التحديات اللي تواجه اللغة العربية اليوم وكيف نحبب أبنائنا بلغتنا الأم؟ جميل، قبل أن نبدأ بكيف نحبب سنبدأ بلماذا نحبب أبنائنا بحب اللغة العربية. أولا هي لغة الانتماء والوطنية، فمن يحب وطنه عليه أن يحب اللغة الرسمية للبلاد واللغة المتعامل بها نوعا ما. أما ثانيا فهي اللغة التي وضعتها الأمم المتحدة من ضمن اللغات الست، وهي اللغة المميزة لأنها اللغة الخالدة، ونقول الخالدة لأنها لغة القرآن الكريم التي حفظها الله سبحانه وتعالى في كتابه، ولأنها لمن يريد أن يتقرب إلى الله عليها أن يتعلم اللغة العربية، وكما يقول الشافعي ما وجب تعلمه فهو واجب، فلأن بعض العبادات لا تقوم إلا باللغة العربية ومنها الصلاة. علينا تعلم اللغة العربية لكي إتقان القرآن الكريم ضمن الصلاة، فهو واجب علينا تعلمها. أيضا الآن ندخل إلى كيف سنحبب طلابنا باللغة العربية. على من تقع المسؤولية؟ هل هي على المدرس في المدرسة المؤسسات التعليمية؟ هل هي على الوالدين داخل المنزل؟ أم على المجتمع بشكل عام؟ أستاذ ليلاس. جميل. القضية ليست هي قضية أن نفرغ بعض من الوقت لتعلم اللغة العربية، لذلك تقع المسؤولية الأولى والأخيرة على الأسرة بغض النظر على وباختلاف جنسياتهم ولغاتهم. علينا هي قضية تحبيب للغة، تقريب. كيف ممكن نحببهم؟ نستطيع أن نحببهم لو بدأنا من الأسرة أولا. عليهم أولا صناعة مكتبة بسيطة داخل المنزل، أن يرى الطالب أو الطفل أن يرى والديه يحبان القراءة باللغة العربية، يحبان التحدث باللغة العربية عبر كتاب. الآن يعني أغلب الأطفال يلجؤون للآيباد للكمبيوتر، هل من الضروري أستاذة ليلاس وجود كتاب باللغة العربية، أم ممكن مثلا ننزل برامج باللغة العربية عبر الآيباد أو عبر الكمبيوتر حتى تحبب أكثر الطفل بها؟ ممكن؟ للحقيقة أفضل دائما الكتاب الورقي، ليس من باب التقليد، وإنما لأن بسبب الدعايات والإعلانات أثناء القراءة على الإنترنت نوعا ما يخرج لنا إعلان معين، نحن الكبار يلفت نظرنا فنخرج عن الموضوع الذي كنا نتابعه، فكيف بطفل صغير تماما كل دقيقة سيقلب من إعلان إلى إعلان أو من برنامج إلى آخر. لذلك أفضل الكتاب الورقي، ولكن أيضا على الأسرة تعزيز ثقافة وانتماء أبنائهم بالمشاهدات التلفزيونية، بتوجيههم على برامج معينة تعزز انتماءهم الوطني باللغة واهتمامنا باللغة العربية. برامج معينة مثل ماذا مثلا؟ يعني إحنا إذا نشاهد مثلا برامج بشكل عام هي تتحدث باللغة العامية للبلد، مثلا اللغة المصرية، اللهجة المصرية، اللهجة اللبنانية، اللهجة العراقية وهكذا. اللغة العربية الفصحى كيف يمكن تعلموها من التلفاز؟ يوجد بعض الأفلام الكرتونية تتحدث باللغة العربية الفصحى، ولدي بعض الطلاب، يوجد طالب مميز في كل المدرسة لا يتحدث إلا باللغة الفصحى. هو أرمني الأصل، لاحظي لديه لغة ثانية تماما ولكن يتكلم اللغة العربية بفصحى كاملة. يتحدث مع كل الطلاب المدرسة بالفصحى؟ كل طلاب المدرسة يقولون تيتشر، إلا هو معلمتي. لاحظ يعني يمكن من حضرتك ومن بقية الأستاذات والأساتذة يلاقي ترحاب وتقبل، لكن من بقية الطلاب اللي متعودين إن تكلموا باللغة العربية باللهجة العامية أو باللغة الإنجليزية، ما يلاقي بعض السخرية أو الرفض من الطلاب؟ للحقيقة نعم، وهذا بسبب أننا دائما نقول من يتكلم اللغة الفصحى لا يفهمه أحد، ودائما نقول تكلم بالعامية حتى نفهمك. هنا المشكلة، ولكن يعني جذورها تمتد، لا نستطيع حلها في لحظة معينة أو في كلمة واحدة. تريد حل من الأسر، من تحبيب اللغة العربية. متى ما أحب الطالب اللغة العربية ولغة القرآن الكريم تحديدا، سيجد بأن الفصحى هي لغة محببة وقريبة إلى القلب وصحيحة في النهاية، ليست إنه مدى للسخرية لدى الأطفال. نعم.
في بعض الدول العربية، في بعض المدن العربية نجد بعض اللافتات اللي ذكرتي حضرتك قبل ما نباشر هوا، أنه تحط إعلانات بلغة هجينة أو بلغة ضعيفة، أصلا هي صياغتها بشكل ضعيف. هذا إلى أي حد يسهم في تدهور اللغة العربية وسخرية البعض من تدهور اللغة العربية بهذا الشكل؟ للأسف هي تسبب بتدهور اللغة العربية بشكل كبير، لأننا اعتدنا منذ كنا أطفالا، كان أحد الوالدين في طوال طريق العودة إلى المنزل يقولون لنا اقرأ اللافتة الفلانية، ماذا يبيع هذا، ماذا كتب التاجر الفلاني، فكنا نتعلم اللغة في الطريقات ليست فقط من المدرسة. الآن أنا لا أستطيع أن أقول للطالب عندما تعود إلى المنزل اكتب لي 4 أو 5 محال تجارية، أسماء محال تجارية، لأنها لا تنتمي إلى اللغة العربية للأسف، وإن كانت تنتمي فهي مترجمة وليست بترجمة صحيحة. فمثلا إحدى اللافتات التي لفتت نظري، لدينا شقق فاجرة للبيع. فاجرة للبيع بدل فاجرة، النقطة في الأسفل، ضعف في الأعلى. يوجد أيضا العمال يشتعلون بدل يشتغلون. وطريق معلق بدل مغلق. يوجد كثير من العبارات للأسف التي لو قلت لطفل اقرأها فسيسأل 1000 سؤال من بعدها، ماذا يعني معلق؟ صحيح. ماذا يعني كذا؟ وإن عززت فيه قراءة هذه اللافتات فسيعزز بداخله الخطأ. وهنا نعود لدور الأهل. أعاني من نقطة لدى الأهل، يحبون دائما تحصيل النتيجة النهائية، لا يحبون المضمون، المهم أن الطفل جاء بالعلامة التامة. حسنا، كيف سيأتي بها؟ تجاوزي عن الأخطاء الإملائية. كيف سنتجاوز عن الأخطاء الإملائية وكأنني أقول له أحسنت قد أجدت الكتابة؟ الأهل دائما يعززون الخطأ لدى الأطفال، وهنا مشكلة كبيرة جدا لدى الأطفال للأسف، لأن الخطأ دائما نجده يتكرر عدة مرات. أستاذة ليلاس، مادة الإنشاء مثل ما إحنا كنا صغار ينطونا موضوع واكتب عليه إنشاء باللغة العربية الفصحى، هل هذا مهم لتقوية وتعزيز اللغة العربية لدى الطفل؟ طبعا، هنا تقوي مرحلتين، مرحلة التفكير المخيلة تماما، بالإضافة إلى الخط والإملاء أيضا. كل سبحان الله معايير اللغة العربية كلها مترابطة فيما بينها، لذلك سميت بلغة الضاد. ولغة الضاد هو الحرف الوحيد الذي لا يوجد في كامل لغات العالم، فلذلك تميزت اللغة بهذا الشيء، فهي مهمة جدا مواضيع الإنشاء لدى الطلاب. دخول المفردات الأجنبية على اللغة العربية، وهذا الشيء أصبح وارد جدا بين الأطفال وبين الكبار أيضا، صح. كيف يمكن تلافيه؟ أصبح كأنه هو موضة نوعا ما، أو يعني أنه هي أكثر من موضة، في كلمات قد اعتدنا عليها، مثلا أوكي، مثل أوكي، أوكي صح، أوكي. وهناك كلمات كثيرة اعتدنا عليها منذ الصغر، عندما كبرنا وجدنا أنها تركية أو فرنسية أو صحيح. إنجليزية، صحيح. كثير من الكلمات مثل كلمة كولون، فيزون، ما معناها في اللغة العربية؟ قميص فلينا، طيب فلينا فرنسي، قميص عربي. هناك يعني ترجمات كثيرة دخلت لدينا، ولكن لا نستطيع تلافيها لأنها أصبحت على ألسننا. صعب جدا الحقيقة، يعني نحن سنضع يدنا على الأخطاء التي يمكن أن نحلها، لكن هناك أخطاء لا نستطيع حلها. وممكن إن حاولنا نحلها تكون مثلا مضحكة، مثل أوكي إذا نستعيضها بحسنة باللغة العربية رح يكون مضحك الجواب. صحيح. حضرتك جايبة وياك شهادة تقدير للغة العربية، ممكن تماماً. نشوفها. كنا قد تحدثنا عن مدى تحبيب الطلاب في اللغة العربية. هذا مثال بسيط قدمته للطلاب في نهاية الفصل الأول وبداية الفصل الثاني، ولكن قدمته لجميع طلابي، 120 طالبا قدمتها من باب شكرا لك، شكرا على ما قدمته في الفصل الأول. ليس فقط الطالب المجيد هو من سنشكره، ولكن يستحق أيضا الطالب الذي حاول وبذل مجهودا أن يشكر. لذلك لاحظت أحد الطلاب ضعيف جدا في اللغة العربية ولا يتحدث إلا الإنجليزية، وعندما جئت إلى المدرسة قال لي أنا أصلا لست عربي ولا أتحدث العربية، ولكن عندما قدمت له هذه الشهادة شجع
لم يتشجع فقط وإنما بدأ بعناقها وتقبيلها وقال لي أنا منذ الجريد 1 لم أحصل على شهادة. فمن ذلك الوقت بدأت بالمكافآت لدى جميع الطلاب، ليس فقط المجتهد المؤدب الخلوق، أجد أي حجة لتكريم أيضا الطلاب الذين يحاولون تحسين مستواهم نوعا ما. طريقة التشجيع هي دائما مجدية، ولذلك وجدت بصراحة تحسن هائل جدا لدي أحد الطلاب، مثلا كان قد في الفصل الأول 6 من 50 علامته 6 من 50 والآن 31 من 40 فعلامة مشرفة جدا طبعاً. يعني ما شاء الله تحسن هائل، فهذا يدل على مدى التشجيع. وأيضا تشجيع الأهل، رسالتي إلى الأهل دائما، أنت دائما يا أم تأتين بالألعاب والمكافآت لولدك بدون أي مقابل قدمه لك، لماذا لا نجعل هذا الواجب الذي هو عليك أن تقدميه مقابل شيء قدمه طفلك؟ قدم مجهود واجب، حل واجب، أنهيت الواجب لك كذا. دائما نأتي بمبدأ العطاء، الأخذ والعطاء هو شيء جدا مهم في تنمية الطفل وفي تحبيب اللغة بحد ذاتها. سؤال أخير أستاذة ليلاس، اليوم يصادف اليوم العالمي للغة الأم، ماذا تقولين لكل أم وأب داخل المنزل لديهم أطفال؟ أتمنى من كل أم وأب يحبون اللغة العربية وأن يحببوها لأطفالهم بأن يتكلموا بها داخل المنزل، بأن يكافئوا على اللغة العربية أكثر مما يكافئون على تقدير أطفالهم في اللغة الأجنبية، لأنها تحصيل حاصل أصبحت اللغة الأجنبية. وأيضا أتمنى من الدولة الكريمة ومن يضعون المناهج بشكل عام أن يرفقون مع الكتاب بعض من القصص أو كسيدي مرئي كفيديو مرئي، أي شيء يحبب الطلاب، أغاني. بصراحة أنا كمعلمة لغة عربية لدي بعض القصائد، كان لدي قصيدة مجد الإمارات للشيخ محمد بن راشد، استطعت أن أبحث عنها كأغنية وحفظوها الطلاب كأغنية وأحبوها وعاشوا الأجواء معها حتى أنهم استطاعوا عمل علم بأجسادهم. فهذا يدل أنه على يعني إن دل على شيء فيدل على تقرب الطلاب إلى الأمور المرئية والمحسوسة. سأقولها لك باللغة العربية الفصحى، شكرا جزيلا لتواجدك معنا داخل الاستديو اليوم، الأستاذة ليلاس شاهين مدرسة اللغة العربية.